صافي من هنا كتسمع صوت اكسيون. مشاهدين قناة شوف تي في، مرحبا بكم في لايف جديد على قناتنا. احنا الان كنتواجدوا بمدينة الدار البيضاء، وبالضبط بالتيران ديال دونور محمد الخامس. كما كتشوفوا معنا طريق تحبسات بالجوانب ديال المركب الخامس، وهذا الشيء تزامنا مع اقتراب مباراة الوداد والفريق النيجيري. وكما كتشوفوا معنا كاين استنفار امني كثير، وهاد الحاجه اللي كتعجبنا في لي ماتش، انه فيما كيكون شي ماتش واخا كيكون غير وطني، كيكون واحد الاستنفار امني كبير. وكما كتشوفوا معنا هو ماتش اميكال، ولكن زعما واخا كيكون فاش كيكونوا واخا حتى كيكونوا لي ماتش اميكال كيكونوا كيعطيو اهميه لهاد لي ماتش. واخا كنشوفوا بلي باقيين ساعات على بدايه ديال الماتش، كنلقاو بلي كاع الطرق اللي كتادي للتيران كتكون محبوسه. كما كتشوفوا معنا كاع الجوانب ديال الستاد سادينها وفيهم الامن باش هكا كيامنوا الدخول ديال الجمهور. كما كتشوفوا معنا يلاه بداو غير الناس ديال الساكنه ديال هنا اللي كيقدروا انهم يدخلوا هنا. الامن داير خدمته. كما كتشوفوا معنا باقي الجمهور كاع ما وصل التيران. وكما كتشوفوا معنا كاين حضور قوي ديال رجال السلطه والامن اللي كيجيو قبل من الماتش بساعات باش انهم يامنوا الدخول ديال الجمهور. تحيه لهم من هذا المنبر. صراحه رجال السلطه كيديروا واحد العمل اللي كما كتشوفوا راه باين، وهذا الشيء كامل سلامه الجمهور. وكنتمنوا ان هذا الماتش يدوز على خير وما يكونش الشغب. كما الامن كيدير خدمته وكما اللاعبين حتى هما كيلعبوا مزيان باش يفرحوكم، كنتمنوا ان الجمهور حتى هو ما يكونش واحد الشغب، وان نتعاملوا مع فريق الخصم باحترافيه كبيره. كما كتشوفوا معنا ان السيارات كيتحبسوا من هاد الطريق نهائيا، ما عندهمش الحق انهم يدوزوا منها هكا باش ما يكونش واحد الاكتضاد مروري. محمد واكي يقول مربوحه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ونتمنوا انكم تخليوا لينا في لي كومونتير التوقعات ديالكم ديال هذا الماتش، وحيت هذا ماتش راه كلنا غنشجعوه، حيت هذا كيتسمى ماتش وطني ومغرب، يعني كاع المغاربه خاصهم يشجعوا الفريق الوداد البيضاوي. فوقاش الماتش اليوم ان شاء الله مع السبعه. كما كتشوفوا معنا باقي السيارات ديال الامن الوطني كيلتحقوا بجوانب ديال الملعب، والقوات المساعده حتى هما كاينين بكثافه. تحيه لناصر. صراحة في هاد التظاهرات ديال هاد لي ماتش اللي كيكونوا مع دول الاخرين كنشوفوا واحد النظام. حنا الصراحة معروف على التيرانات ديالنا ان حنا كنعطيو اهمية لكاع لي ماتش، وخصوصا من الناحية الامنية، وهذا الشيء كيقلل من نسبة الشغب. وكما كنلاحظوا ان ما بقاش هذاك الشغب اللي كان شحال هذه في التيرانات، ما بقيناش كنلقاو مشاكل، وحتى فاش كنصادفوا شي ضيف كنكبروا به، وهذو هما الشهام ديال المغاربة. الحمد لله حنا شعب مضياف، وكنعاود نقول للجماهير الودادية انهم يتعاملوا مزيان مع الجماهير اللي غيكونوا جايين ضيوف عندنا، ويتعاملوا معاهم باحترافيه، حيت هذا الشيء اللي معروف علينا كما كنقولوا. كما هما فاش كنا عندهم تعاملوا معنا مزيان، نتمنوا انهم
كما كتشوفوا معنا الامن راه باقي السيارات ديال الامن كيلتحق بجوانب الملعب، وهذه حاجه اللي مزيانه ان الامر كياخذ هذا الشيء بعين الاعتبار وكياخذه بجديه. واخا انا كنشوفوا راه باقي الجوانب ديال الصطاد باقي مخاوين، وباقي حتى الجمهور باقي ما التحقش بالملعب. والحاجه الزوينه ان الجمهور ما بقاش كيلتحق بالصطاد بكري بحال شحال هذيك كنا كنشوفوا الناس كيجيو من الصباح وكيبقاو هنا النهار كامل باش يدخلوا ويشدوا بلاصه. دابا بالنظام اللي ولينا كنعيشوه الناس كيقدروا يجيو حتى للدقيقه 90 وكيلقاو بلايصهم وكيدخلوا في حمايه. والحاجه الزوينه ان ولينا كنلقاو اسر كيجيو يتفرجوا في ماتشات، دراري صغار كيجيو مع عائلاتهم، بنات كيجيو حتى هما يتفرجوا، ولينا العائله. والمعروف على فريق الوداد انه الشعار ديالهم هو العائله. وهذا الشيء كي احنا راه بلد كروي، وخصوصا من بعد تنظيمنا لكاس العالم 2030 وكاس افريقيا في 2025 ولاو الناس كيشوفونا بلي احنا بلد كروي بامتياز. ونعاود نذكر بواحد المعلومه ان اليوم الفيفا عاودت اكدت باللي المنتخب المغربي باقي مترصد الرتبه الثالثه عالميا، وهذه حاجه زوينه. عفوا افريقيا مش عالميا، ولكن ان شاء الله نتمنوا انها تكون عالميا في اقرب وقت. كما كتشوفوا معنا باقي البوليس كيديروا، كتشوفوا معنا الجمهور النيجيري واخد راحته هنا وكيتصور وكيتمشى بالرياحيه. يعني الحمد لله منين كنلقاو باللي احنا بلدنا بلد امن وسلام، وكنرحبوا بجميع الدول. كما كتشوفوا معنا رغم واقفين كيتمشاو كياخذوا صور تذكاريه. وتحيه للشعب النيجيري اللي حتى هما كانوا كبروا بينا فاش كنا مشينا عندهم. كنشوفوا ثاني السيارات ديال الشرطه باقين كيلتحقوا بالستاد. كنشوفوا الجماهير الوداديه ذات هي كتلتحق. كما كتشوفوا معنا النقطه اللي يلاه كنا شرنا لها ان باقي كنشوفوا باللي عائلات وعيالات كيقدروا انهم يجيو ويتفرجوا في الماتش ديالهم باريحيه، ماشي بحال قبل اللي كان مشروط التيران غير على الذكور، ولا كانت جات بنت خاصها كتعرض بزاف ديال الحوايج خايبين. دابا الحمد لله ولات واحد النضج. لا هاد القضيه ما كايناش راه سيد مسعودي، لان الجمهور يقدر انه يدير اللي بغى في الستاد ديالو ويشجع اللي بغى. صراحه كنشوفوا هنا حتى البنات كيقدروا انهم يتمشاو باريحيه هنا. انا كنعقل شحال هادي كان الا بغيتي غير تمشى ولا البلايص اللي قراب للتيران انك باش تدوز من عندهم كتبدا تخاف كتقول ناري كاينين الشفاره كاينين هادي غيتعرضوا ليا. دابا لا ما بقاش هادشي الحمد لله، انه ولا عندنا واحد النضج كروي اللي زوين بزاف، ولينا ان حتى الجمهور ولا عندنا ناضج لواحد الدرجه اللي كبيره، وهذه حاجه اللي كتفرح. المهم مشاهدينا كنحاولوا ان احنا ننقلوا لكم الاحداث كما هي، ووصلنا لنهايه البث المباشر ديالنا، ونعاودوا نتلاقاو في بث مباشر جديد ان شاء الله. كنعاود نقول لكم خليوا لينا في الكومونتير التوقعات ديالكم لهذه المباراه. خليتكم على خير.